وحوي يا وحوي إياحة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. استنوني في رمضان في برنامج إياحة. طبعا كلكم هتستغربوا وهتسألوني يعني إيه إياحة يا دينا. هقولكم لو تابعتوني لغاية آخر حلقة هتعرفوا مين هي إياحة وإيه كمان قصتها. كلنا طبعا عندنا تراث رمضاني بنعمله واحنا مش عارفين ايه سببه وايه حكايته، من اول الفانوس ومن اول زينة رمضان لحد كمان الاكل الكنافة والقطايف والسحور الفول والطعمية. كلنا بنعمل كل ده بس مش عارفين حكايته ايه وظهر امتى. طبعا في إياحة هنقول لكم سر من اسرار كل حاجة من دول، وكمان هنقول لكم اسرار التراث الرمضاني كله. استنوني في إياحة وحلقات إياحة، كل يوم سر من أسرار رمضان مع دينا بوليلة. رمضانكم يحلى.